عدد كبير من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات كانوا حاضرين في حفل تأبين رمز المصالحة في جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا. البعض منهم حظي بشرف تقديم كلمة تأبينية تعدد مناقب هذا الزعيم. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان أولهم. الأمم المتحدة قاتلت إلى جانب نيلسون مانديلا وإلى جانب شعب جنوب إفريقيا في النضال ضد الفصل العنصري. استخدمنا كل الأدوات التي نملكها مثل العقوبات والحظر المفروض على الأسلحة ومقاطعة التظاهرات الرياضية والعزلة الدبلوماسية. لقد عبرنا عن ذلك بصوت عال في جميع أنحاء العالم. هزم الفصل العنصري، ومثلما قال مانديلا نضالنا لا يزال متواصلا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتبر مانديلا آخر المحررين في القرن العشرين، وقارنه بعظماء دخلوا التاريخ من بابه الكبير مثل غاندي ولوثر كينغ وأبراهام لينكولن. كان يجب أن يوجد رجل مثل ماديبا، لا ليحرر سجين فحسب، بل ليحرر سجنه أيضا، وليظهر أنه علينا أن نثق بالآخرين حتى يثقوا بنا، وليقول أن المصالحة لا تعني تجاهل الماضي الأليم، ولكنها تعني المواجهة تحت سقف التقاسم والكرم والحقيقة. هناك العديد من القادة الذين أعربوا عن تضامنهم مع نضال ماديبا من أجل الحرية، لكنهم لا يتسامحون مع معارضة شعوبهم لهم. لكن قبل خطابه صافح الرئيس أوباما في لقطة تاريخية نظيره الكوبي راول كاسترو، الذي ذكر في كلمته بصداقة طويلة جمعت مانديلا ببلاده. لن ننسى أبدا تحية مانديلا المؤثرة لكفاحنا المشترك عندما زارنا في 26 من يوليو عام 1991، وقال حينها إن للشعب الكوبي مكانة خاصة في قلوب شعوب إفريقيا. Thank you.